صباح الخير مشاهدينا. القراءة من أهم الأمور اللي تطورنا بجميع مجالات حياتنا. فاليوم بهذا استطلاعنا راح نسأل مجموعة من النساء عن ما هي أكثر الكتب تأثيراً بالمرأة واللي ترغبين بقراءتها دائماً. خليكم ويانا. شنو أكثر الكتب تأثيرا بالمرأة واللي ترغبين بقراءتها دائما؟ يعني حسب، هو كل واحد وشي يحب. مثلا أنا كنت أقرأ روايات مع أجاثا كريستي، مع البوليسية، حسب كل من شي يحب. عادة شنو الكتب اللي تقريها؟ يعني منوعة حسب، يعني كل شيء. أي مثلا كتاب أسأل عليه يطلع حلو. كيف تقرين باليوم أو بالأسبوع؟ تقريبا ساعة باليوم. يعني أشياء تقوي المرأة، يعني اكو هواي كتب، اكو اللي مثلا يعني مال عن الانسان، واكو مثلا روايات يعني مو قصص حقيقيه مرات. انت شنو تحبين تقرين بالعاده؟ روايات، تنميه بشريه؟ يعني هو روايات بس التنميه البشريه احسن. والله بصراحه ما اقرا كتب، ليش كذب عليك؟ قصص، روايات، يعني كنت قبل مو هسه. يعني عجب ما تقرين كتب؟ حاليا والله مسؤوليه بيت اطفال، اقري اطفالي. والله ما اقرا كتاب. اللي عندي يعني كوما، يعني متيب اطفال لو شنو؟ لا يعني ما عندي. ما قاري ابد روايات، قصص؟ لا. شنو أكثر الكتب تأثيراً بالمرأة واللي ترغبين بقراءتها دائماً؟ نعم، حالياً أكثر الكتب تأثيراً دا يسألون مثلاً عن التنمية البشرية، دا يسألون عن الكتب اللي تجي من وحي الخيال للكاتبة، دا يتأثرون بكتب السوشيال ميديا. بالنسبة لي أحب أقرأ، يعني مثلاً شلون هذا الهاشتاج 44، أكو مثلاً beautiful things، أكو مثلاً اللي هو أشياء جميلة، أكو مثلاً تجي الأشعار مع الجبران خليل جبران، عندك مثلاً محمود درويش، هاي الأشياء اللي كتبوها. بالعادة وين تحبين تقعدين تقرين؟ دائماً القارئ يحب مكان هادئ وهيج، يعني حديقة، هدوء، خضار، هواء، هيج. يعني قد تقرأين باليوم؟ باليوم من أرجع من الشغل أقضي أكثر الوقت الممكن، يعني أكثر الوقت إنه أضيعه على أكثر شيء القراءة مثلاً، أو الصبح لما ما عندي شيء، بالويك إند العطل هم لما يكون ما عندي شيء. قرأتي فت كتاب وأثر بيك؟ أكثر كتاب أثر بي مع أنيس منصور، حول العالم في 200 يوم. محتوى هذا الكتاب؟ محتوى إنه الكاتب يحكي عن تجربته بكل دول العالم، يحكي عن الهند، كل تفاصيل الهند، بجبال التبت، الدلاي لاما مالتهم الرئيس، وتفاصيل يعني من تقرين الكتاب كل سطر يحسسك انه انت بمكانه، انه حتى ريحه الهواء يعني توصف، يوصف لك اياها بحيث عوالك انت تشتمين الهواء هناك، لما راح للمطار، لما طلع من المطار، شنو اللي سواه، شنو اللي دا يسوي بالفندق، هيك يعني بتفاصيل كلش حلوه ما بي اي ملل. كم كتاب قراتي او كملتي قراءته؟ يعني لحد هسه تقريباً 25-26 كتاب. والله أنا حالياً هالكتاب أقرأ قوياً، عاجبني يعني إنه تنمية بشرية وبشغلات شون كل يوم إليش هدف، كل يوم إليش فكرة، يعني فتشي هم يونس وهم يسلي وبثقافة بنفس الوقت. تقريب بالعادة؟ يعني حسب، عندي وقت أقرأ نص ساعة، ساعة أقل، حسب أنا واحسة يعني. وين تفضلين بالعادة تقرين الأماكن اللي تحبين تقرين بيها؟ مكان انه اني حابته، ممكن اذا بالبيت، مرات اذا طالعه بمكان وهمين انه شويه هدوء او شيء ممكن اخذ ويا الكتاب، يعني هم حلو. احنا نشوف تشايله كتاب، اريد نعرف منك شنو هذا الكتاب. هذا الكتاب بقى قوي اسمه، هو دارج يعني حاليا هم اكثر الناس تحبه. عندي 365 يوم بالسنه، كل يوم من هاي الايام سنه بها فت فكره وهدف أو تجربة، إنه هذا القارئ عنده هيك تجربة بهذا اليوم، سوى فلان شيء بهذا اليوم، إنه من أقراها فما أعرف وش سوى، أنطفت فكرة حلوة يعني. تقريبا
تفتكرين هاي الكلمات تعطيك فتح حافز ايجابي؟ طبعا اذا هي الفكره ايجابيه وهي الشيء سواء ايجابي اكيد راح يعطيني حافز ايجابي، بس السلبي انه هم استفاد من عنده بنفس الوقت، هي تجربه واستفاده.